الله الرحمن الرحيم. يلا. وهكذا. وهكذا بدأ اللابتوب في العمل في منزلنا السعيد الهادئ الهانئ السعيد الفظيع. أشكركم لا داعي للتصفيق يا جماعة، لا داعي للتصفيق. أهم حاجة برضو أنا مش هقدر أنسى مجهودكم ومساهمتكم في أن أنتوا تخلوني أجيب لكم اللابتوب ده صراحة يعني. وإن نسيت يا حبيبي، إحنا هنفكرك إن إحنا دافعين في دم قلبنا. ومش معنى إن أنت اشتريت الجهاز ده يديك الحق المطلق في الاستحواذ عليه. ها؟ يا إخوانا أنا فاكر يا جماعة، بس ما تنسوش أنتوا كمان إن أنتوا لسه مسقفين لي ومصغرتين لي ومصفرين لي وعاملين لي كل حاجة حلوة يعني. يا حبيبي ما تزعلش، ده أنت الخير والبركة، كفاية إنك أنت جبت لنا اللاب هوب. هوب؟ جايب لكم تمارين الصباح ولا إيه يا ماما؟ يا عادل أنا عندي مقترح، وأرجو يعني إن أنت تاخده بصدر رحباني. رحباني ده ايه؟ على اساس هتقولي اقتراح في لبنان ولا ايه؟ بصدر عموما انا يعني كان صدري تعبان شويه يعني، بس مش اشكال. اسمعك اتفضلي يا حماتي. يعني مش من الاتيكيت ان اللابتوب ده يفضل هنا في الصاله قدام اللي داخل واللي خارج، الضيوف يعني، فعلشان كده يا ريت ان اخده انا ويفضل في اوضتي، ويا ريت تاخده بصدر رحباني بقى. اتيكيت يا ام اتيكيت، تعرفي ايه انت عن الاتيكيت؟ بتاع ايه اللي يبقى في اوضتك؟ طبعا ده هيبقى في اوضتي انا. ايه ده؟ شات اب يو ستوبيد. بس وبعدين سكو جايب لغايه البازار، يا فرحه زفت طير رمزي فيا. على فكره بقى يا جماعه، مامي بتتكلم صح، لان انا اكتر واحده فيكم محتاجه الجهاز ده بحكم دراستي. بس انتي وهي ايه العك اللي بتعكوه ده؟ اصلا اللابتوب ده هيفضل في اوضتي انا وعادل، عشان بيبي عنده شغل. شغل ايه يا امو شغل؟ انت رخره. عادل مين؟ انت فاكر اللي قاعد جنبك ده ايه؟ رجل اعمال. عيب يا سناء، ما تقوليش على اخوكي كده، اخوكي مش بتاع اعمال. عاجبك كده؟ لو قالت لك اعمال افتكرت ان انا دجال. بص بقى يا عادل، لو سمحت من الاخر كده، لازم تلاقي لنا حل منطقي لوجود الجهاز ده في البيت. ها خلاص يا جماعه، الحل عندي الحمد لله، وان شاء الله الحل هيعجبكم، او اكيد يعني باذن الله هيعجبكم. الحل عباره عن ان الجهاز ده مش بتاعي ولا بتاع رانيا ولا بتاع اي حد فيه، كل واحد، ولكن الجهاز ده بتاعنا كلنا يا اخوانا. أيوة. كل واحده فيكم ليها ساعتين على الجهاز، تاخد بقى الجهاز معاها في اوضتها، في الصاله، في المطبخ، تحت السلم، هي حره. المهم بعد ما تخلص شغلها لمده ساعتين في اليوم هترجعه تاني مكانه. ايه رايكم؟ موقع يجنن. مفيش دم، مفيش احساس، كل حاجة انعدمت من عندك من جوه، وقت خلص بقاله ربع ساعة ومع كده متبتة في اللابتوب. طب معلش يا سناء، ممكن بس تديني ربع ساعة كمان لحد ما ابعت بياناتي؟ ولا ربع دقيقة. وبعدين بيانات ايه اللي انت تبعتيها يا موكوسة؟ روحي خلصي دراستك الأول يا فاشلة، وبعدين دوري على وظيفة. وظيفة ايه اللي بتتكلمي عنها؟ مين ضحك عليكي وقالك ان انا ببعت بياناتي عشان الوظيفة؟ انا ببعت بياناتي يا حبيبتي لموقع جواز، موقع اسمه عش الزوجية. عش الزوجية؟ عش الزوجية؟ طب فهميني بسرعة 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 بسرعة، ايه ده؟ يعني انا ببعت مواصفاتي وبياناتي ومواصفات فارس احلامي، يروح الموقع يرد عليا ويجيب لي العريس المناسب ليا. انت شايفه يعني ان الطريقه دي اسلم طريقه لجر رجل العرسان؟ طبعا دي احدث طريقه عصريه للجواز، والنتائج مضمونه 100%. تحبي بقى ابعت لك بياناتك؟ طبعا ابعتي. لو هي يعني طريقه عصريه وحديثه ومحترمه طبعا ابعتي بياناتي. ولعلمك انا لو قلت يا جواز، السما دي هتمطر كده عرسان، بس فين النفس؟ بس انا بقى يا سوسو ليه شورت صغنن قد كده اهو، هتسيبي لي الساعتين بتوعك اللي كنت هتقعدي على الجهاز بس كده؟ لعلمك انا ماليش في اللابتوب ولا بفهم فيه ولا لازمني اساسا، خدي بس يلا ابعتي بياناتي. ابعتي بياناتي. حاضر بس مديني بياناتك بقى يا عروسه. هادئة، رقيقة، رومانسية، جميلة. ايه؟ اكتبي يا نوجة، اكتبي وانت ساكتة، دي لحظة صدق مع النفس ما بتجيش كتير. ممشوقة القوام، عصافير الطباع، ترغب في الزواج من رجل يقدس الحياة الزوجية. ليكي طلبات تانية في مواصفات فارس أحلامك يا هادئة الطباع؟ لا كده كفاية، عشان ما نتقلش على الناس ونصعبها عليهم كده. رضا يا نجلاء.
اتفضلي يا ست نجلاء، الشاي لزوم التركيز، معلقه واحده سكر بالنعناع على ميه بارده. اتفضلي. ميرسي حبيبي. شعرك كده يجنن يا حبيبتي. ها لسه ما ردوش؟ ما تقلقيش يا حبيبتي، دي كلها مساله وقت، الصبر حلو. اللي صبرنا سنين يصبرنا ساعات ودقايق، الصبر ما يضرش برضو يا نوجه. ايه ده، انا بحلم ولا ايه؟ سناء اختي بتعمل شاي لنجلاء وبتقول لها يا نوجه. صباح الخير. ايه ده، ايه اللي بيحصل ده سناء؟ ايه اللي لم الشامي على الكايزر؟ لا شامي ولا كايزر. بقول لك ايه، انا ونوجه طول عمرنا اصحاب وحبايب، صح؟ طبعا. ايوه انا مش فاهم يعني، والله لو اعرف ان اللابتوب ده يعني هيعمل كده ويخلي البيت في سعاده ووئام كنت جبته من زمان. الرد وصل يا سناء، افرحي يا عروسه. الرد وصل، الرد وصل، الرد وصل، الرد وصل، الرد وصل. انا كنت عارفه، انا كنت عارفه من زمان ان انا مواصفاتي لا تقاوم. مواصفات ايه ولا تقاوم وردي؟ انا مش فاهم حاجه. في ايه، انتوا مهنجين على الصبح ولا ايه؟ افهمك، انا بعت بيانات سناء على موقع جواز، راح الموقع بعت لنا العريس المناسب لسناء. ايه الكلام الفارغ اللي انتوا بتقولوه؟ عريس من على الانترنت انتوا بتستهبلوا؟ ده مش كلامنا يا عادل، ده كلام موقع عش الزوجيه. موقع عش الزوجيه؟ ده ايه الموقع العجيب ده؟ ده شغال بمبدا يعني يا بخت من وفق ايميلين في الحلال. برافو عليك، انت كده فهمت. فهمت ايه؟ انتوا اللي مش فاهمين. مش معنى ان انا جبت لكم لابتوب ان انتوا تستعملوه الاستعمال الاهبل ده، مش اي مواقع تخش عليها وخلاص. احترموا نفسيكم واحترموا البيت اللي انتوا عايشين فيه. معلش معلش نجلاء، سيبك منه، سيبك، ده اخويا من زمان قوي، انا واخده عليه، بعرف اقنعه ازاي لما يزعل وبعرف برضه ازعله ازاي. ركزي بقى كده معايا. ها التطورات ايه دلوقتي؟ الموقع بعت لنا كل بياناته وبعت لنا رقم تليفونه. والمفروض ان احنا نكلمه في اقرب وقت عشان نحدد ميعاد الزياره. طبعا في اقرب وقت، او انا مش مستعجله يعني يا نجلاء، هو براحته يعني. مش مستعجله زي ما ان احنا تقال، بس نجلاء لو سمحتي، خير البر عاجله يا نجلاء، حاولي تستعجلي. يخرب بيتك اللي انت بتهببه ده على الصبح، يا ناقصك انت كمان. يا دولا، ده ورق البرد يا عم، لقيته كده ومكرمش، فقلت بقى اكوي بالمكوى بقى، مش فكره بردك يا دولا؟ فكره فكره، ولا شيل المكوى، يلا شيل المكوى، ما انت كده هتحرق الورق يا غبي، يا غبي كده هتحرقه. اه يا دولا فعلا، انا في 10 ورقات قبل كده ونتحرقوا مني، بس انا قلت ايه، اكيد العيب مش في الورق، العيب في المكوى، عشان كده يا دولا عملتها على الصفر وبقالي ساعه. شيل المكوى، شيل المكوى، ده انت اللي هتخليني ابتدي من الصفر تاني، منك لله. ومغرق المكتب ومغرق، اعمل لك ايه؟ اعمل ولا العشر ورقات اللي انت حرقتهم دول عليك يعني، دول هيتخصموا منك، زائد هيتخصم منك اسبوعين كمان. ايه الظلم ده يا عم، ايه الظلم ده يا عم بقى، ده المكوى دول اللي حرقته مش انا يا عم. بقول لك ايه، انا مش عايز صوت عالي، انا كفايه اللي انا فيه، كفايه العكننه اللي انا فيها. ايه يا دولا مالك، مالك يا عم، احكي لي. انت شكلك كده وانا دولا شايد جاي من البيت، شايد زي الورق اللي انا لسه حارقه دلوقتي. الورق اللي اتخصم منك، وبص مخصوم منك شهر كمان. يا دولا بقى يا عم، ما احنا ياما بيتخصم مننا. احكي لي بقى يا دولا مالك بقى، انت دايما تفضفض لي يا عم. سناء اختي يا سيدي جالها عريس على النت. طب وليه ما جالهاش على البيت؟ خليني اتكلم معاك، ايه اللي بيخليني اتكلم معاك؟ نجلاء يا سيدي خدت البيانات بتاعت سناء وحطتها على الكمبيوتر وبعتتها على موقع بتاع جواز، الموقع بتاع الجواز رد على الموقع بتاع نجلاء، والموقع ده حدد عريس معين عشان سناء تتجوزه من خلال الكمبيوتر. تخيل تخيل. دولا طب يعني انت دلوقتي يعني زعلان من سناء ولا من نجلاء ولا من الكمبيوتر ولا من العريس ولا مني؟ لا يا رمزي، أنا زعلان من نفسي إن أنا قاعد بتكلم مع واحد زيك. إيه ده؟ ريحة شياط، إيه الريحة دي؟ نسيت المكوى يا دولا، نسيت المكوى على الواقع، نسيت المكوى على الواقع. يا جماعة الموضوع دخل في الجد، دبروني هعمل ايه مع عادل؟ اخوكي برضو يا سناء، ويامه مصلحتك يا حبيبتي. وما تنسوش برضو ان احنا كلمنا العريس وخد العنوان وهيجي بكرة. لا بس احنا بقى غلطانين وتسرعنا جدا، احنا ندي الراجل ده معاد قبل ما نقول لعادل.
معلش يا مامي، اللي حصل حصل، لما يجي عادل هنقنعه بالذوق والسياسه. اوكي احنا يا جماعه لا تسرعنا ولا حملنا حاجه غلط. ايوه ايوه، انتوا مش عارفين يعني ايه بالنسبه لي عريس. معلش انا معايا كلنا معايا. حقك ايه؟ ايه اللي حصل يا ياسمين؟ مش عارفه العب جيمز على اللابتوب بالساعتين بتوعي. ليه انت مش عارفه مواعيدك من الساعه كام للساعه كام؟ لا عارفه، بس هم طول اليوم مشغلين موقع الجواز. بنت عيب كده، احترمي نفسك. العيب مش على البنت، العيب على الكبار اللي بيعملوا كده قدامها. مش بعيد خالص ان انا الاقيها بعت بياناتها هي كمان لموقع الجواز. انا مش عارفه يا عادل، مش عارفه انت ليه فجاه كده بقيت في منتهى الحساسيه يعني. وبعدين ده في الاول والاخر اسمه عريس. الجواز يا هانم ليه اصوله مش مواقعه ايميلاته. طب انا ذنبي ايه؟ ذنبي ايه انك لغايه دلوقتي مش حاسس ان احنا في عصر السرعه والفضاء والانترنت؟ قصدك يعني ان انا متخلف عن العصر يعني ولا ايه؟ لا يا بيبي لا يا حبيبي سناء، مش قصدها كده خالص، انت فهمت غلط. انت اخوها والبركه فيك، وان شاء الله بقى عايزينك معانا بكره والعريس جاي. لا 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 لا، انتوا كمان حددتوا ميعاد مع العريس وانا قاعد في البيت هنا ايه؟ كيس جوافه؟ لا يا حبيبي، انت عندنا احسن من فواكه الدنيا كلها. وبعدين يعني اللي مطلوب منك انك تقعد معاه وتسمعه وتشوفه بيتكلم ازاي عشان تقدر تحكم عليه. انا خلاص حكمت عليه، ده عريس فاشل وانا مش موافق عليه. ليه بس يا ابي؟ مش يمكن يطلع ابن حلال؟ يطلع ابن حلال منين؟ عن طريق النت جايله يبقى ابن حلال. امال لو ابن حرام يبقى شكله ايه؟ بصوا الجوازه دي انا مش موافق عليها، والعريس ده ما يخشش البيت ده هنا. وبعدين بقى في العريس بتاع النت ده ايه اللي اخره؟ اكيد بقى المواقع زحمه ولا حاجه. طول بالك يا عادل، الغايب حجته معاه. وبعدين هو قال انه جاي على العشاء. انا اللي قلقني بقى موضوع العشاء ده، شكله كده يا ماما داخل على طمع. اهو جه، اكيد هو اللي بيضرب الجرس. العريس جه، العريس جه، افتح له افتح له. اهبطي اهبطي اهبطي، مش عايزين الدلقه السودا اللي انت هتتلاقيها على العريس ده. انا هروح افتح له وانا عايزك بقى تعملي ايه؟ هتطلعي له ماشي بعد شويه، يعني مش اول ما يجي تقوم طالع على طول، ولازم الكلام يبقى حساب ودايما مناخيرك لفوق ومفيش دلقه وبتتكلمي بالراحه وكده يعني. ها انت هتفضل تنصح فيا وتقولي نشط 24 ساعه لغايه ما يزهق ويطفش من على الباب؟ اتكل على الله، يلا خش جوه. انا ايه اللي خلاني وافقت على العريس المهبب ده؟ معلش معلش معلش، وبلاش رد صدق اللي انت عاملها لي دي. مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، قصدك يعني منزل اخت الاستاذ عادل؟ بالظبط. اتفضل. شكرا. يا استاذ كده نتجه للمطبخ من هنا. اتفضل. انا اسف جدا، انا اسف جدا. اتفضل. يعني مش عارف انا اشكر حضرتك ازاي. اتفضل يا استاذ. اتفضل. انا اسف جدا. اتفضل. شكرا. ولا يهمك ولا يهمك. القلة وقعت؟ القلة. ايوه اتفضل حضرتك. اهلا وسهلا، منور. اعرفك بنفسي، انا زكي الشواف دوت كوم. اهلا وسهلا يا استاذ زكي، اهلا وسهلا حضرتك، منور يعني. الله يخليك. مرحبا يا استاذ زكي. الله يرحب بيكي، الله يرحب بيكي. هي كفايه القلة اللي اتكسرت يعني. استاذ عادل، هي العروسة موجودة معانا هنا؟ لا حضرتك، دي مامة العروسة ومامتي في نفس الوقت يعني. اهلا اهلا يا حماتي. استاذ عادل، ممكن تاخد الكرتونة دي؟ يعني فيها حاجة كده على قد بورسو. حضرتك جايب لنا ايه يعني؟ كرتونة بيض؟ لا لا، ده الكيبورد، لوحة مفاتيح يعني. يا سلام، جايب هدية في أول زيارة، لوحة مفاتيح. يعني في الشبكة هتجيب لها ايه بقى؟ هتجيب لها ماوس؟ مساء الخير. مساء النور. وعادي عادي يا سناء، عادي. اهلا 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 يا استاذ. اقعد 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 حضرتك. اهلا يا استاذ سناء. اهلا بيك، منور بيتي يا استاذ شواف. اهلا وسهلا حضرتك. بقى افهم يعني حضرتك بتشتغل ايه ان شاء الله يا استاذ شواف؟ والله يا استاذ عادل، مشكله البطاله في البلد دي بقت شيء فظيع فظيع فظيع. يعني افهم من كده ان حضرتك بتشتغل قطاع خاص يعني؟ لا يا استاذ عادل، انت عارف ان القطاع الخاص محتاج ياس مال كبير كبير كبير. ياس مال وكبير. يعني حضرتك لا قطاع عام ولا قطاع خاص، امال ايه يعني؟ قطاع الانتاج. يا على دمك السكر يا استاذ عادل،
لا بصراحة يعني تقدر تقول إن أنا ببني نفسي بنفسي. بتبني نفسك بنفسك؟ أنا لغاية دلوقتي مش فاهم يعني حضرتك بتشتغل إيه؟ بصراحة يا أستاذ عادل وبكل صراحة أنا خالي شغل. خالك شغل؟ وعمي عاطل. حضرتك بعيدا عن خفة الظل اللي واضح انك بتتسم بيها يعني وتقول حاجات وتضحك عليها لوحدك يعني، انا يعني مصدر دخلك ايه يا استاذ؟ ماما قصدي يعني المعاش بتاع ماما احنا عايشين عليه، وربك ما بينساش حد من غير عشاء. وقصده يعني ان ربك يعني ان شاء الله هيسهله ويلاقي شغل ان شاء الله وهتتعدل. بقول لك ايه، انت هتدافع عنه من اولها. طب يا استاذ حضرتك عندك شقه ولا ايه ظروفك؟ الشقة حلوة وجميلة بصراحة يعني، شقة في الضيوح. حضرتك اقعد بس اقعد والنبي عشان ما تخبط لناش الشقة. حضرتك انت بتبص على الشقة بتاعتنا؟ لا انا بكلمك انت نفسك، عندك شقة؟ بصراحة استاذ عادل وبكل صراحة مشكلة السكن بقت حاجة قميئة، يعني انا وماما قاعدين في اوضة واحدة وبالايجار كمان. يا عيني يا اخويا. امال انت حضرتك يعني ناوي تتجوز فين ان شاء الله؟ أنا شايف إن الشقة جميلة صراحة كده، الشقة دي تيض جوح. اقعد اقعد اقعد، يعني حضرتك طمعان إنك أنت تسكن معانا في الشقة هنا، دي حاجة جميلة قوي. اتفضلي يا ستي اتفضلي. عموما أنا مش عارف أقول لك إيه يا أستاذ زكي، بس كل اللي أقدر أقوله لك فرصة سعيدة جدا، وتفضل حضرتك. يا أستاذ عادل، طب دلوقتي أنا يعني عايز أعرف أستاذ عادل. استاذ عادل ده ماشي تبع يعني هكون نزلت في البلكونه. تعالى يا استاذ. اتفضل يا استاذ عادل. اي طب يعني انا هاخد الياض دي امتى؟ لا حضرتك هتاخد الكيبورد اللي انت جبته. جايب كيبورد؟ ده استعمال طبيب ما مشيش كتير. اتفضل حضرتك. شكرين قوي. طب يعني مش هتديني ياض دلوقتي؟ لا ياض هفكر وبعدين ياض عليك. ماشي يا استاذ عادل. اتفضل يا سيدي. ماشي انا مشي جوك معايا. اتفضل. ده إذا مش وقع على السلم، ده أكيد حد ضربه بخنجر ولا حاجة. الحمد لله خلصنا منه. أنا شايفة إنك كنت قاسي عليه وجرحت إحساسه. إحساسي يا أم إحساس؟ هو ده عريس؟ ده واحد لا عنده شقة ولا عنده شبكة ولا عنده فلوس ولا عنده وظيفة، أرضلك إزاي بحاجة زي كده يا ماما؟ بصي من الآخر، وزي ما بقول لكم أهو، الجوازة دي لا يمكن تتم ابدا يا سناء. بقى كده يا عادل؟ طيب انا هتصيف معاك. تفتكر يا لا رمزي اني ظلمت سناء اختي؟ لا يا دولا، انت كده ظلمتني انا. انت تعملي فيها عبد الحليم؟ ظلمتك في ايه يا دولا حبيبي؟ مش انا كنت اولى بنقنق دي من المقشفر دون وانا وهو مقشفرين اهو. يا سلام. بص يا رمزي، انتوا الاثنين زي بعض زباله. السلام عليكم. ازيك يا عادل؟ ازيك يا رمزي؟ اهلا اهلا اهلا. عادي يا سناء عادي. عادل انا قلت اجي هنا واقعد معاك واتكلم معاك بهدوء. بص يا سناء يا حبيبتي، يعني انا شايف مصلحتك صراحة اكتر ما انت شايفها بجد يا سناء. انت شايف يا عادل ان مصلحتي انك تكسر قلبي يا عادل وتهد سعادتي؟ من غير بس ما تقعدي تتعمل والحاجات دي خالص. انا شايف مصلحتك. شواف ايه يا سناء؟ شواف ايه ده؟ ما بيشوفش يا ماما. ما انت عارف يا عادل، ما لقيت النت عمية ده كسر نص البيت. يعني كان فاضل يبقى ايه كمان عشان تتاكدي انها عاميه؟ عادل خلاص انا خدت لك ميعاد منه وهو جاي حالا دلوقتي هنا. جاي فين؟ هنا. ازاي يا سناء؟ اذا كان في البيت وكسر فازه ولحقته قبل ما يكسر الترابيزه ويكسر بقيه العفش، هيجي هنا في البازار؟ البازار كله تفاصيل صغيره يا ماما. وحياه سناء عندي لو كسر حاجه لكسر دماغه. تكسر دماغ مين؟ الهي ربنا يكسر قلبك، دي مسائل عائليه تدخلش بيني وبين اخويا. يا ساتي يا ساتي. اثبت مكانك اثبت مكانك. ازيك يا استاذ عادل؟ اهلا اهلا. على فكره مش هو عادل، انا عادل. ايه ده؟ وما سلمت على مين؟ انا الاستاذ رمزي. رمزي؟ انا سامع صوت الاستاذه سناء هنا. ازيك؟ يا سلام، اشمعنى دي يعني اللي سمعت صوتها وشفتها؟ الحمد لله انا كويسه يا استاذ شواف، وانت عامل ايه؟ انا كويس قوي 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 قوي.
ايه الكرتون اللي انا عايش فيه؟ ولا رمز ولا انت يا عم، انت يا عم اللي بتلعبه انت، ولا دول. روح هات حاجه ساقعه للاستاذ. إيه مفيش مشاريب يا عم، من ساعه ما دخل الزفت دون ومفيش مشاريب، الميه قطعت. ميه قطعت؟ اتفضل يا استاذ اقعد، اتفضل روح هات له حاجه ياكل، روح هات له حاجه ياكل. هج شكرا يا استاذ عادل، انا مش جاي اكل ولا اشرب، انا جاي اتفاهم معاك في موضوع، لان الموضوع بتاعي ظاهر فيه حاجه جديده. مش انا قلت لك يا عادل اصبر عليه شويه. اصبر انت عليا لغايه اما افهم منه. حضرتك يا استاذ شواف شفت شقه ولا ما شفتش؟ مش كده بالظبط، يعني بلاش الشقه، هل مثلا حضرتك شفت شغلانه من خلالها تقدر تقبض وتقدر تصرف على نفسك وتدفع ايجار شقه جديده مثلا ولا حاجه؟ لا الموضوع ما وصلش للدرجاندي. للدرجاندي؟ اه يا دوله، يبقى هو بقى شاف مشتري للشقه بتاعتك علشان يبيعها وتبقى مقشفر زيه. اخرس انت، انا حلاقيه منك ولا من القرشانات اللي في البيت. خلاص قول لنا بقى يا استاذ شواف، هي فزوره، ما تقول ايه الجديد اللي عندك؟ اصل انا حكيت الموضوع لماما فهي قلبها يق وقلبها حنه وخايفه على فيائي. انت عارف بقى قلب الام يا استاذ عادل. ايوه يعني والدتك قالت لك تجيب سناء بعد ما تتجوزها وتقعدوا عندها في الاوضه اللي انتم مأجرينها؟ بالعكس، اصل ماما مصيه. ماما لا بس انت كروتني. ماما ايه؟ ماما مصيه. مصيه؟ ايوه. اتفضل تقعد معانا ومع حضرتك في الشقه، ولازم احترم رغبتها، انت عارف قلب الام بقى. ام مين وقلب مين؟ ماما ايه؟ ماما مصيه. بقول لك ايه يا ننوس عين ماما، الشقه بتاعتنا مش ناقصه، روح انت اقعد جنب ماما. والله يا نقنو انا قلبي ما كانش مطمن من ساعه لما الراجل ده دخل البازار، وانا الفرع على فكره بيلعب في حبي قوي يا جماعه. على فكره يا جماعه ليه ده كله؟ ده احنا هنبقى قشيه واحده ولا ايه يا استاذ السلام؟ ما تجيبش سيرت اسمي على لسانك، ما تنطش اسمي. إلهي كسرت قلبي، إلهي تتشل في ايدك ورجليك الاربعه مع بعض. ليه يا حماي؟ بقول لك ايه، انت مش فاهم ولا ايه؟ قالت لك إلهي تتشل، عايز ايه اكتر من كده؟ دعيت عليك، اتكل على الله بقى يا عم، يلا اتكل على الله. غور، خد يا رمز، اتكل على الله. غور ده غبي قوي. تاكدوا بقى وبصياحه وبكل صياحه ان انتوا بخشيتم فرصه ذهبيه. ذهبيه مين ده؟ انت مش محصل فرصه قشره، ده انت مش محصل حديد ظهر. مين دي اللي خسرت؟ ده انت إيه؟ خلاص يا نقنق، خلاص يلا إيه؟ خلاص يا نقنق، خلاص يلا. انت مين؟ انا واحد سحبك. يلا السحاب بتنفع، والنعمه انتوا خصيانين، انتوا خصيانين. خليك يا نقنق يا حبيبتي، خليك يا نقنق يا حبيبتي. خلاص اهدي يا سناء، اهدي اهو، الحمد لله ربنا كشفهولنا اهو من بدري. يا 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 يعني هي جت على الريه بس، ده الريه والعين والغين وكله يا ماما. الحمد لله ماشي. نقنق حبيبتي اظن بقى دلوقتي انت اتاكدتي ان اولى من الغريب، صح؟ ده انا عنس، ده انا يملحوني زي السردين جوه الصفايح. شوف قبل ما نفسك يا رمزي، ولو انيش اتجوزك. ايه ده يعني موافقه؟ الحمد لله يا رب. يلا بقى يا جماعه نقرا الفاتحه. يا ماما صباح الخير يا رانيا. صباح النور يا بيبي. يلا حبيبي اغسل وشك كده وصحصح والبس هدومك وانزل جيب العيش قبل ما تروح الشغل. ايه ده؟ تصدقي يا ماما كاني كنت بحلم كده وانت بتقولي لي انزل روح هات العيش وبتاع زي ايام المدرسه واقف في الطابور. كانت ايام رخمه يعني. لا يا حبيبي ما انت بتحلمش ولا حاجه، انا لسه قايله لك دلوقتي. قايله لي دلوقتي ايه؟ امال الواد بتاع العيش فين؟ يا بيبي هو انت دايما كده منعزل عن العالم الخارجي؟ هو انت ما تعرفش يا حبيبي ان العيش دلوقتي بقى عامل زي البترول بالظبط؟ زي البترول ايه؟ يعني نقف في محطه البنزين نجيب عيش وفي عيش 80 وعيش 90 مثلا ولا ايه؟ يا حبيبي اللي انت بتقوله ده غلط، روح بس اغسل وشك عشان تجيب العيش عشان تلحق تفطر. ايه ده؟ لو حضرتك عندك اماني انه ينزل من هنا ويروح لحد هناك ويوقف في طابور العيش ويرجع هنا يفطر ويروح الشغل، ده ايه اذا رجع اصلا؟ مش هرجع قبل الساعه 1 بالليل. مش احسن من خيب ابوه اللي بات 3 ايام بره بحج طابور الجمعيه؟ انت يا ماما كل الفتره دي مصدقه ان بابا كان بيبات بره عشان طابور الجمعيه؟ بابا كان بيبات بره في بيته الثاني يا ماما. بس يا ولد بلاش قله ادب، ما تتكلمش كده على ابوك. ده على اساس ان انتوا كنتوا واخدين بعض على حب يعني. ماشي براحتك يا ماما، انا اخش اغير وانزل اشوف موضوع العيش ده. مش
هيرجع النهارده. يا نهار طابور، ايه الطابور ده؟ الناس سابت طابور الجمعيه وجم يقفوا هنا في طابور العيش ولا ايه؟ عم سلامه، ازيك عم سلامه؟ انت مش فاكرني؟ انا عادل سعيد اللي كنت واقف وراك في الطابور بتاع الجمعيه سنه 95، انت ناسي ولا ايه؟ مش انت اللي قلت لي انا سبت فرحي علشان اروح اجيب فرختين؟ لا فرختين ايه، انا اللي قلت لك خلي بالك من دوري على ما اروح اجيب حزمتين جرجير وراجع. بس انت بقالك مده مش شفتكش انا. ايوه ما عشان بقالي مده يعني اتجوزت الحمد لله. ايه ده؟ وده من ايه يا ترى؟ من ايه وانا بقول لك عربيه خبطتني؟ بقول لك اتجوزت يعني الحمد لله. ربنا يشفيك. ربنا يشفينا جميعا. اقابلك بقى ان شاء الله بعد 10 سنين في نفس الطابور. يا نهار ابيض، ده الطابور واصل لحد شبرا، الواحد يخش ازاي؟ تشتري؟ تشتري ايه؟ تشتري دوري في الطابور؟ اشتري دورك في الطابور؟ حضرتك يعني انا عمري ما سمعت عن حاجه زي كده، حضرتك مين يعني؟ معاك اخوك الصغير عبد الحليم محجوز. طيب محجوز يعني ده انت مش فاضي الاسبوع كله. يابا هتخلص في الدور ولا نشوف حد تاني؟ خلي بالك الدور ده عليه طمع وفي مليون واحد عايزه. ايوه يعني انا اخد دورك في الطابور يعني عشان اشتري العيش؟ طب انا حضرتك ايه طلباتك يعني؟ بص 10 جنيه ونخلص في الليله دي. 10 جنيه؟ ايوه 10 جنيه يعني عشان تديني بس دورك غير اللي انا هشتري لسه عيش؟ ماشي ماشي، بس شكلي كده هو يعني الطابور فعلا طويل يبقى انا ما قداميش غير كده. مش قدامك غير كده، دي فرصه ماشي. ما معايا حد. معلش عايز اسال بس سؤال، الدور ده يعني عليه كلام مثلا يكون بتاع حد تاني بايعه لحد قبلية ولا حاجه؟ ما تقلقش الدور ده مخلص خالص ليك. بص هتدخل تبرطع في الطابور، برطع بقى براحتك. طيب معلش يعني في ضمان على الدور ده؟ ضمان مين يا باشا؟ احنا بنشتري ثلاجه، انا هبيع لك الفرنه. اه صح صح صح. طب اتفضل حضرتك يا عشر جنيه. اتفضل ماشي. سمي وانت داخل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ساتر. ايوه كده، ايه الدخله دي؟ ايه الروقان ده؟ خش كده من اليمين. ايوه ما برضو عشان ما يكونش حد من الحريم خلع راسه ولا حاجه. لا 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 ما تقلقش، انا الحريم بتوعي عازلهم هناك، المدام بتاعتي بتحجز في الحريمي. ها يا ندى. معلش انا عايز اسالك بس سؤال رفيع كده. لا لا اتفضل، رفيع تخين قصير اتفضل. انت يعني مش هتاكلوا عيش يعني؟ مش هتشتري انت بقى عيش ولا ايه؟ لا 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 انا ما بشتريش عيش. ما بتشتريش عيش؟ ما بتاكلوش يعني؟ لا 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 لا. انت بتاع حجز بس. ايوه امال ايه وراسه. متشكرين. عفوا انا بس هروح احجز دور تاني ورا بعد اذنك. اتفضل اتفضل. حاجه ساعه حاجة ساعة ونعمة حاجة ساعة، اروي عطشك يا عطشان. اصميتا بيضة جبنة، اصميتا بيضة جبنة مايونيز، اصميتا بيضة جبنة. يا نهار ابيض، الواحد حاسس كأنه في جنينة الأسماك، فاضل بس بتاع الورد بقى يعدي. جميل يا ورد، مين يشتريك يا ورد؟ جميل يا ورد. احنا كده بقى في جنينة الأسماك رسمي. بعد إذن حضرتك أنا واقف وراك. ها؟ طيب وانا قلت لك حاجه اهلا وسهلا بيك واقف ورايا عادي يعني. الله يخليك يا استاذ، بس انا كنت عاوز اطلب من حضرتك طلب وخايف يعني لو يعني ينفع يعني اطلب منك حاجه. خير عايز ايه حضرتك؟ انا بس عايز اوصل المشوار لحد بنها اجيب طلب خطف وهرجع على طول، وعايزك تحجز لي مكاني لحسن خايف لحسن حد يجي ياخد مكاني. اه يعني انت قلقان على مكانك؟ لا ما تقلقش يا محجوز. يا محجوز. ايوه غالي، في ايه؟ في حد اتعرض لك ولا حاجه؟ تعالى بس يا محجوز، عايزينك في مصلحه. خير يا باشا؟ الاستاذ عنده طلبيه رايح يجيبها يعني وعايز حد يحجز له مكانه. يا سلام يا باشا، بس كده عينيا. بص يا استاذ روح انت مشوارك وما تقلقش خالص، انا واقف هنا للصبح، بس انا الساعه بتاعتي بخمسة جنيه. ساعه بخمسة جنيه؟ اه ده على اساس ساعه الحجز ما تتعوضش يعني ولا ايه؟ حلو يا باشا. انت ايه بتبيع بالساعات برضه ولا ايه؟ يا باشا ساعات ايه؟ انا قصدي ساعه الحجز، مش بفضل واقف كده. ايوه صح صح صح، اديله بقى. طيب بص 10 جنيه تحت الحساب اهي. ايوه والحساب يجمع لغايه لما ارجع. سلام عليكم. لا بس بص كسر الساعه بساعه، صح يا باشا؟ الله ينور عليك. الله ينور. بعد اذنك يا استاذ. اتفضل. ما تحرمش منك. الله يخليك. خد دورك يا باشا. اتفضل يا سيدي. يلا يا جدعان العيش كده يا جدعان. هاني عليك يا عادل، اتاخر قوي، مش عوايده ابدا مع الطوابير وخارج على لحم بطنه. مش انا قلت لحضرتك انه مش هيرجع قبل الساعه واحدة بالليل؟ حياتك ما صدقتنيش. يا عيني يا عادل، واقف وسط الزحمه والشمس.
ها يا عيني يا بيبي، زمان بدن ودلوقتي حصل له قشعريره من عزم الموقف. ايه قشعريره دي؟ دي لغه صيني ولا ايه دي؟ ايه عادي جدا، كنت واقف في طابور العيش الحمد لله وربنا كرمني اخر كرم الحمد لله. ايه عادل، ايه اللي عمل فيك كده؟ يعني هيكون ايه يا ماما؟ طابور العيش يا ماما، طابور العيش. ايوه يا بيبي، يعني بعد ما وقفت واتدهولت الدهوله دي جبت عيش؟ شوف انا بقول ايه وانت بتقولي ايه، بقول لك نار طول اليوم واقف وسط الشمس، حرام عليكم. يو بقى هناكل ايه احنا ايه دلوقتي بقى؟ ايه يو بقى ما انت شايفه ابني حبيبي جراله ايه، تلاقيه سايب العيش تحت مع حد وهيطلع بيه. يا سلام يا ماما، اسيب العيش تحت يعني بعد ما اوصل بيه لغايه البيت اسيبه تحت؟ لا طبعا، ما جبتش عيش خالص، بس اتصرفت الحمد لله وجبت لكم سميت وجبنه. سميت وجبنه ايه؟ طب ليه ما جبتش ساليزون؟ ليه ما جبتش باتون سالي؟ ليه ما جبتش كواسون؟ ما جبتش ليه جاتو سواري؟ ساليزون ايه وكراسون ايه اللي انا اجيبه؟ الحمد لله ان انا عرفت اتصرف، جبت لكم سميتون وجبنه من الفرن. لا إله إلا الله. اشرب الشاي. ردش لي الحيوان ده. ايه ده؟ يا ترى مين بيرن عليا ساعات؟ ايه ده دولا؟ الو هلا رمزي، انت مكانك فين دلوقتي؟ هلا انا دولا هو راك، يعني ناقص ان شاء الله 5-6 كده هون يجي لهم ضربه شمس زي اللي جاله دون، وبعدين هبقى وراك على طول. يا دولا انت شفته هو بيقع؟ يلا يا دولا شفته. دولا هو مين اللي جم خدوه دولت؟ قريبه؟ قريبه؟ اقفل يا رمزي، اقفل يا رمزي، ما تعصبنيش زياده ما انا متعصب. اقفل. دولا لو سمحت يا دولا قبل ما تقفل، انا ينفع اجي بقى عندك كده هون؟ دولا تيجي عندي فين؟ اوعى على تتحرك من مكانك، انا دافع 15 جنيه في المكان بتاعك ده. ايوه دولا، بس الراجل اللي قدامي ده عمال يدوس على رجلي دولا بقى، وانا لسه ملمع الكوتش بقى يا رخم بقى. يبقى لمعه تاني بس ما تسيبش مكانك، انا بقول لك اهو. حاضر يا دولا بقى، امر لله بقى. اهلا وسهلا، ازيك يا محجوز؟ ازيك يا باشا، عامل ايه؟ مش انا لقيت فرن حلو قوي جديد يا راجل؟ وما تقوليش، ما انا بقول لك اهو يا معلم. ماشي، بس فرن ايه؟ على الساعه 4 الظهر كده بتلاقي بقى ايه الدنيا ضلمت عنده، والهواء بقى يرد الروح كده اهو، واخد بالك؟ وفاضي، مفيش غير مثلا بتاع 10-12 نفر اللي واقفين. الله الله، ده حلو خالص ده. ولا العيش بتاعه عيش ابيض وكبير كده اهو، ما فيهوش مسامير خالص. يا سيدي ماشي يا عم ماشي. وخلصت؟ خلصت، بس خلاص ايه، ما ينفعش الفرن ده، الفرن ده راحت عليه. يا ايه ولع؟ يا ريت اتشمع. ادي فرنة تانية طارت. يلا الحمد لله انها جت على قد كده. لا انت كويس؟ انا الحمد لله. بقول لك ايه، محجوز في ليا واحد صاحبي عبيط هناك، وشايفه العبيط اللي هناك؟ يا ريت ممكن تروح خدمة يعني انسانية تقف مكانه. لا معلش يا عم عادل، الدور ده صعب جدا، وبعدين مكانه وحش ودور ميت. انا اخد في الدور ده 10 جنيه. 10 جنيه ايه؟ ما انت بعته لنا ب15 جنيه. الله الله الله، انا قلت لك 15 جنيه وانت وافقت عم عادل، اقول لك لا. ما انت بتقول لي دلوقتي الدور ميت، يعني ايه غشيتنا ودفعتنا 15 جنيه يا باشا؟ انا ما بغشكش، مش عاجبك ولا ايه؟ خلاص يا عم، عجبنا. بابا انت فين يا بابا؟ لقمه، ايه اللي جابك هنا يا بنتي؟ امي بتقول لك خد طبق الطبيخ ده اتقوى بيه علشان انت على رحم بطنك من يومين. اصيله والله. امال الواد اخوك ايه فين؟ حاجز في الطابور تبع الفرن اللي جنبنا. طب روحي انت يا بنتي، سلمي لي على لقمه. جرى ايه يا ابو خالو؟ مش تخلي بالك؟ انا اللي خلي بالي برضو؟ انا اللي شايل، يبقى انت اللي تخلي بالك بقى. ايوه صح، انا اسف. اتفضل حضرتك، انا اسف. يا ترى مين بيطلبني السعادة؟ مين بيطلبك؟ هو في حد بيعبرك غيري؟ ما ترد يالا. انا اسف يا دولا. الو مين معايا؟ انا برضه يا غبي. بقول لك يالا رمزي، قول يا دولا، احنا لازم نتصرف النهارده يالا، لازم نتصرف ونجيب عيش، لان واضح ان الصعيد هاجم يالا. ايه ده يا دولا؟ هو الراجل اللي كان بيضربك دون كان جاي من الصعيد يشتري عيش ويرجع بلدهم تاني؟ يا ابني ما الازمه موجوده في مصر كلها يا ابني.
اتصرف. المهم هنجيب عيش يعني هنجيب عيش. خلاص حاضر يا دول، حاضر. يلا سلام يا جدعان. ايوه احنا خلاص شطبنا عيش النهارده. يعني ايه شطبنا؟ بقى لنا يومين وفي الاخر بتقول لنا شطبنا. امال العيش اللي معاك ده؟ انا عايز 5 ترغيفة. طيب 5 ترغيفة ايه بالبدله اللي انت لابسها دي؟ انت مش عارف ان انت جاي بيت النهارده؟ يعني جاي لك على مساكن الايواء يعني؟ ايوه مساكن الايواء. ماشي، ما دام مساكن الايواء انا بقى هفرجك بقى عاصفه الصحراء يا اخوانا. الراجل ده بيوزع عيش ببلاش. رايح فين؟ رايح فين؟ بيوزعش ببلاش يا دول. يا شعر انت طلعها هنا. لا يا عم انا عايز عيش يا عم. انت حر، خش خد عيش. يا عم عايز عيش يا عم. عايز عيش ببلاش يا عم. طب نص شقة فول ونص طعمية والنبي يا عم. يا رجلي مش قادر. مش قادر خلاص يا رانيا، رجلي بجد مش قادره تستحملني، مش عايزه تشيلني. معلش حبيبي معلش، دلوقتي تقعد وترتاح. يا كان مالنا احنا ومال الطوابير؟ انا بتاع طوابير، انا بتاع طوابير يا رانيا. مش مشكله يا بيبي، يا حبيبي كله في سبيل الاسره السعيده ورخاء الاسره السعيده. رخاء الاسره؟ بصي انا مش ناقص مصطلحاتك يا رانيا دلوقتي. يا سلام، ايه المشكله يعني لما تتبهدل يا عادل؟ ما كل الرجاله بتتبهدل، مش دي المشكله. المشكله الحقيقيه هي كيفيه القدره على انك تجيب رغيف العيش. رغيف العيش ولقمه العيش، انا مش فاهم ليه مسمينها لقمه عيش، ليه ما يسموهاش مثلا لقمه سميت ونجيب سميت؟ عارفه الراجل بتاع السميت كان رايح جاي قدام الطابور بتاع العيش. سميت ايه؟ سميت سميت، انا هاكل سميت. مراتك رانيا تاكل سميت، والبيتي با والكواسون. بيتي با والكواسون؟ بصي انت هتقعدي تتعلمي من امك الحاجات دي ومفيش فايده. كفايه عليا والنبي البازار، وكفايه عليا رمزي وطابور العيش. رمزي رمزي، بصي ضربه الشمس اللي جات لي اثناء وقوفي في طابور العيش جابت لي فكره فظيعه. رمزي حتة ولا حتة؟ الباشا باشا امر استاذ عادل. بقول لك يا حتة، ما تعرفش حد بيبيع دقيق؟ وطي صوتك يا استاذ عادل، انت عايز تودينا في داهية ولا ايه؟ يا عم انا بقول لك حد بيبيع مخدرات، بقول لك حد بيبيع دقيق. ما هو ده اكتر من المخدرات دلوقتي. المهم تعرف ولا ما تعرفش؟ ايوه باشا طبعا، عارف المعلم اللي قاعد هناك ده؟ شايفه ده بقى المعلم ابو شوشه على سن الرمح، اكبر تاجر دقيق في السوق السوداء. على سن الرمح؟ يعني هو قاعد على سن الرمح ده ومش متضايق ولا حاجة؟ ده بيهمني. يا سلام، طب متشكرين قوي يا حتة. تسلم. امر يا استاذ عادل. بقول لك ايه، هو عموما يعني ليه في دقيق الذره بس ولا ليه في القمح كمان؟ يا باشا انت لو عايز دقيق حمص هيجيب لك كمان حمص، ده جامد قوي بان عليه. امال عيب. شكرين حتى. عفوا باشا. السلام عليكم. ازيك يا معلم؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا نجم؟ الله يسلمك. ازيك يا معلم شوشه؟ اهلا اهلا اهلا. لا مؤاخذه، انا كان ليا طلبيه كده، كنت عايز منك طلبيه دقيق حلوه كده يعني. خد كوبايتك في ايدك واديني ظهرك واعمل كانك ما تعرفنيش. انا ما اعرفكش فعلا يا معلم. اسمع اللي بقول لك عليه. حاضر يا معلم. حاضر اهو كده، ما اعرفكش اهو. الابعد يلزمه كام جرام؟ هو دلوقتي بالجرام؟ انا اخر حاجه كنت فاكرها انك كنت بشتريه بالكيلو يعني. الله، انت شغال جمله ولا فرداني؟ صراحة يعني حضرتك انا كنت شغال فرداني، بس اما فشلت يعني قلت اشتغل بالجمله بقى. طلبك عندي يا فنان. طيب حضرتك يعني امتى بقى نقدر مثلا نستلم؟ يا عادل حضرتك امتى مثلا او ازاي نستلم يعني الدقيق يعني؟ انا عندي صنف معتبر من اللي يوزن الدماغ. خد جرب دي على طرف لسانك بقى. حضرتك يعني يا عادل من غير ما اجرب يعني؟ ده انت توديني في داهيه كده من غير ما اجرب حضرتك يعني؟ من غير معاين عادي ممكن استلم البضاعه؟ عيب عليك يا نجم، ده انا بديك حته محمله. حياتك عندي يا ابعد ولا ليك عليا يمين؟ انا بديك من الحته اللي بستعملها في بيتي. وده العشاء برضه معلم ابو شوشه، عشان كده بقى انا لا رحت مثلا للمعلم ابو جبه ولا المعلم ابو دره ولا المعلم ابو فشار، جيت للمعلم ابو شوشه. كل تخصص واحد يروح للمعلم بتاعه. عجبتنا يا فنان، علشان كده سيب 500 دلوقتي قدامك على الترابيزه وانا افطر في 5 دقايق، هطلع اوزن لك البضاعه وانزل لك. تقابلني في الشارع اللي في ظهر القهوه. تكون لابس نظاره سودا. نظاره سودا ليه يعني يا معلم؟ يا عادل الفلوس اهي. طب ليه يعني؟ هسالك. قال لي رغيف العيش بقى بكام دلوقتي؟ هتقول لي بقى ب5 صاغ، هعرف ان انت هسلمك البضاعه. يا سلام يا معلم على الحرص بتاعك، يعني حضرتك هتسالني كلمه السر وهتقول لي النضاره السوداء؟ طب دول اسبابهم ايه يعني بس يا معلم؟ هقول لك كلمه السر دي علشان اتاكد ان انت انت.
اما النضاره السودا دي علشان محدش يراقبك. محدش يراقبني ازاي؟ ما هم هيراقبوني برضو، ما انا لابس النضاره عادي يعني. طول ما انت لابس نضاره سودا مش هتشوف حاجه، ولما انت مش هتشوف حاجه يبقى محدش هيشوفك، يعني البوليس مش هيعرف يراقبك. نظريه بالافيه. نظريه فعلا. حضرتك تعرف واحد اسمه رمزي؟ يا عادل لا مؤاخذه نجم، بس بتوع مكتب مكافحه الدقيق داينها معانا اليومين دول ومغرقين المنطقه. نخرب بيت الدقيق على بيت العيش على بيت رمزي. وقف الدور يا استاذ، وقف الدور. يلا يا بنت انتوا شهلوا ايديكوا شويه، الناس عايزه تاكل عيش. يلا اتكلوا على الله. لا حرام عليك يا مفتري، صوابعيني ده وفري المانيكير بس، حرام عليك. انا خلاص مش قادره انا اللي انا بعمله ده، انا ما اقدرش، انا مش واخده على البهدريشن دي خالص، جامي امبوسيبل. يعني ايه يا بنت توهيه؟ ايه مش هتشتغلوا ولا ايه؟ ما تشتغلوا بلقمه عيشكوا، انتوا مش بتقبضوا؟ اعملوا على قد اللي انتوا بتقبضوه. لا انا مضطره اسيب المكان هنا واروح ادور على محل عمل اخر، لان انا مش طايقه نفسي، انا عايزه مكان يطبق القانون. خليها تروح. خليها تروح فين؟ جرايه يا حاجه، هو احنا بنتكلم اي كلام ولا؟ خش يا بنت اشتغل يا بنت. خش يا بنت اشتغل يا بنت، مش عايز زلع. خلاص يا دوله نزل القفص ده، روح هات لي حجر بسرعه عاد عشان الشيشه. حاضر يا دولة. نزله هناك يا دي اهبل يا اهبل. هات 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 هات، ولم العيش اللي وقع يخرب بيتك، وحد يلاقي العيش. يلا بسرعه دوله، هو ما فيش بقى غير رمزي نون في الفرن يا دوله، هو اللي بيشيل وهو اللي بيبيع وهو اللي بيتمرمط يا دوله. كل حاجه على دماغك يا رمزي، ولو مش عاجبك الباب اهو يفوت 100 قفص. لا يا دوله لا، عاجبني يا دوله، ربنا على الظالم يا رب. خد يا بتقول يا. لا ما بقولش يا دول. بتبرطم بتقول يا. بقول ربنا على الظالم يا رب. بقى احسن. يلا شوف شغلك. ماشي بقى. ايش 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 ابو عادل الحلاوه دي، البليه لعبت والقش بقت معدن. جرايه محجوز، انت جاي تقر ولا ايه؟ لا اقر ايه، انا جاي احسد بس. بقى احسن. عموما عايز تحجز اي حجوزات في الطوابير لازم تدفع ارضيه يا معلم. ارضيه ابو عادل بس، انت كده يا عم هتاكل حقي وهتاكل عرقي. عرقك ايه وعرق ايه؟ بص لا اكل عرقك ولا تاكل عرقي، احنا الاثنين نستحمى ونخلص من بعض. ماشي يا عم عادل، اروح استحمى واجي لك. السلام عليكم. هتخلصونا بقى لنا ساعتين. بقى ساعتين ايه حضرتك بالبدله اللي انت لابسها دي؟ مالها البدله؟ مالها البدله ايه؟ جاي تشتري عيش وانت لابس لي بدله حضرتك؟ عاوزني اجي لك بايه؟ بدله راس؟ لا خفيف، مش بدله راس، تيجي ببيجامه، تيجي بجلابيه، تعمل حسابك على بياه. طب خلاص المره الجايه خلصني بقى. خلصوا هذا رمز. عينيا يا دول. حاضر. عايز بكام؟ بجنيه. خد بنص جنيه اهو، هات الجنيه. خد يا دول. يلا يا عمو. عايز بكام يا حبيبي؟ عايز بجنيه. عينيا. حاضر. هوا عيش طاز، خد باتنين جنيه هون، والعجينه دي من عمو رمزي هديه. شكرا. خد يا ده رمزي. نعم يا دوله. الفلوس فين؟ الفلوس ايه يا دوله؟ ما انا لسه مديها لك يا عم، انت نسيت. استهبل يالا، انت اديتني الفلوس بتاعت الراجل ابو بدله، العيال الصغير فين يا؟ ماشي يا دوله ماشي، يا نور يا نور، انت الفلوس غيرتك خالص يا دوله. غيرتني، بقيت قصير. لا يا دوله بقيت تخين. نهزر مع بعضينا ولا ايه؟ ماشي. روح شوف شغلك يالا. حاضر بقى. وضع الناس دي مين صاحب الشقه دي؟ سيادتك هو ده صاحب الشقه. ربنا يخليك ليا يا دوله، ده العشم برضه على فكره. سيادتك يا باشا مشغلنا للسخره انا وعائلتي كلها سيادتك، وبيقعد يشربني شيشه غصب عني وانا بعد اقوى يا باشا وصدري. بص سيادتك وبوضع الواد وشمعوا الشقه. ايوه يا باشا سيادتك، وبوضع عليه بس اللي تشمعوا الشقه سيادتك يعني. هقعد معايا؟ بلاش اهزر، بس كنت عايز اعرف ايه الاسباب اللي خلت حضرتك تنورنا النهارده يعني؟ يعني مش عارف في ايه؟ عارف سيادتك يعني، بس بستهبل. يعني شويه طوم كده بسيطه. فن من غير رخصه، ودي من السوق السوداء، وكل ده مش عارف في ايه. سيادتك صح صح يا باشا صح، هبقى اجي لك السجن يالا يا رمز ان شاء الله، ما تقلقش يالا. يا بيه يا بيه والله العظيم مظلوم مظلوم يا بيه، مظلوم 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 يا بيه. منك اللي يا دوله، منك اللي هو ايه؟ بص سيادتك ده عبيط بيقول لك هو ان انا يعني اللي هو صاحب الحكايه دي. لا حضرتك هو يعني ده عبيط، ده بص بيخطم ازاي يعني. لا لا حرام عليكم، انا ضميري ما يسمحليش ويحتم عليا ان انا اقول الحقيقه،
بصي يا حضره الضابط، الراجل ده هو صاحب البلاوي دي كلها، اما الراجل ده قصدي الزفت ده مظلوم. منك لله يا رانيا انت وجوزي. بصي ده مش فاهم، حتى انت بتنقذيه مش فاهم. سيبه ده وامسكه ده. انا برضو بقول الواد ده من الاول كده شكله عبيط، مش ممكن يعمل حاجه زي كده ابدا. اهو شفت، حتى الحكومه قالت عليك عبيط كده يا رانيا. بتبيعيني يا رانيا؟ ضميري يا عادل، ضميري ما بيحبش يأنبني خالص. ما بيحبش يأنبك. ماشي يا رانيا. رانيا عادل، رانيا سامح، سامحني يا اهبل، سامحني. خشب راحت عليك يا معلم. قولة ايه اللي بتفكر فيها يا عم عادل؟ ربما السفاح يبقى قاعد في وسطينا دلوقتي. انت هتتوه عشان اتغلبت. السفاح مين؟ يا عادل سفاح. سفاح؟ انتوا بتكلموا جد ولا اتفرجتوا مثلا بالليل امبارح على فيلم رعب وجايين النهارده مرعوبين منه؟ يا معلم عادل ادرك خطوره الموقف، فعلا في سفاح وكمان متخصص في خطف الستات. طب ما دام متخصص في خطف الستات انت ايه اللي يقلقك؟ لا هي مش مرات الستات يا جدع، انت مش برضه ستات؟ ايوه برضه ستات، بس السفاحيه يا جماعه ده كل ده كلام فارغ، يعني ما فيش سفاحين ولا حاجه. يا عادل لا مؤاخذه انت عندك ستات في البيت. ودول ست ستات ولا غلط؟ يا جدعان انا ما بصدقش الكلام ده، ست ستات 10 ستات انا ما تفرقش معايا. سفاح يا جدعان، بطلوا هبل بقى. احنا نبهناك وملناش دعوه. وبراحتك وانت حر يا عادل. سلام عليكم. سلام يا سيدي ورحمه الله وبركاته. السفاح قال حته. يا استاذ عادل امر بس تحت امرك. سمعت عن الحكايه الهبله اللي بيقولوا عليها؟ بيقول لك سفاح وبتاع. ما تقولش هبله يا استاذ عادل، ده حكايه بجد وحقيقيه وصح. الصح صح صح ازاي يعني؟ شايف السفاح دلوقتي لحد دلوقتي خاطف فيه 40 واحده ست، ماشي، وبيقولوا خلاص قرب من المنطقه بتاعتها دي، وشغله كله بيعمله بالليل بعد الساعه 7. يعني بص كمان طلعوا كلام ويقعدوا يطلعوا بقى اشاعات ويقول لك بيختفي الستات بعد الساعه 7. طيب انا اتكل انا على الله بقى حته عشان الحق اروح قبل ميعاد السفاح، قبل ميعاد الدنيا ما تليل يعني. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. الله وبركاته. انا لسه مش مصدق موضوع السفاح ده يا رانيا، انا مش عارف انت بتحاولي تقنعيني بايه. بس اوكي اوكي اوكي، انت حوري خليك كده مش مصدق لحد ما تلاقينا واحد من السفاح جه خطف واحده فينا. يا سلام، وفي سفاح يستاجر يدخل عندنا البيت؟ ده سناء اختي على الاقل كانت هتقرقش، ولا اختك نجلاء ببرودها ده ممكن تجيب له اكتئاب يا ماما. يعني ايه يعني ايه يعني ايه يعني انت بتقول ان احنا سفاحين؟ لا انا ما بقولش كده، بس انسي موضوع السفاح ده بقى وشاليه من دماغك خالص. يا عادل يا حبيبي انت لازم تعترف اعتراف كلي جزئي ان انت ما تعرفش معلومات كافيه عن تاريخ وجغرافيا السفاحين. تاريخ وجغرافيا؟ ايه المواد الاجتماعيه اللي دخلتها في السفاحين دي يا حبيبي؟ ما هو اللي انت مش فاهمه ان كل سفاح ليه منطق وفلسفه معينه يمشي على خطاها. يا سلام، يعني سبت المواد الاجتماعيه ودخلت على المنطق والفلسفه؟ ده ايه السفاح بتاع ادبي ده؟ ده ادبي كان. حر يا عادل هزر براحتك لحد ما الوقت يجري والسنه كلها تجري. ايوه فعلا السنه هتجري واحنا ما استعدناش للسفاحين، واكيد السفاح الحين اللي بيدوا دروس خصوصيه مش هيسيبونا وهيسقطونا. نامي نامي نامي. السفاح قال. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه اجتماع نون النسوه اللي انتوا فيه ده؟ خليك انت كده ايه مصدر لنا كده الطناش ومش شاعر بالخطر الخطير اللي متخطر فينا. الخطر الخطير؟ ايوه يا عادل انت، احنا ولا همينك وعايز تخلص مننا باي شكل. هي مش رانيا قالت لك ان السفاح ده شغلته الستات عمال يقتل فيهم؟ الستات يا ماما، انت مالك يا سناء ومال الستات؟ ازاي يا عادل؟ دي سناء ست الستات. قولي له يا ماما، قولي له، قولي له يا ماما، قولي له دي ست ستات. دي دوايا، لو دي ست ستات بقى احنا نبقى ايه يا ستات؟ يا جماعه يا جماعه خلاص خلاص يا اخوانا خلاص بقى، بطلوا بقى تخاريف وبطلوا ان انتوا تفكروا في موضوع السفاح ده كلام فارغ طبعا. وانت يا ياسمين ما رحتيش المدرسه ليه النهارده؟ ما رحتش عشان كل المدرسات خايفين من حكايه السفاح دي فما راحوش المدرسه. ده ايه الكلام الفارغ ده؟ عاملين يعني اجازه عيد السفاح؟ ده كلام فارغ. لا يا بيه مش كلام فارغ، ده انا عندي 35 بنت من الدفعه بتاعتي خطفهم السفاح. يا سلام، 35 بنت استهبلوا؟ ده اكيد راحوا مشوار كده ولا كده ولزقوا للسفاح. يا سلام، طب ايه رايك بقى ان انا قريت في مجله السفاح والناس ان في 45 سيده اتخطفوا وولعوا. الناس والسفاح، ده ايه المجله الغريبه دي؟ طلعوها اكيد بعد السفاح. صحيح، دي معلومات صحيح. عارف انا المجله دي بالاماره، رئيس التحرير بتاعها الاستاذ سيد السفاح. تريق انت تريق الحكايه يا ابني بجد، الناس كلها بتقول كده. ايه ده؟
معقولة يعني يا ماما الحكاية دي بجد فعلا؟ أم مرفت قالت لي إن في 30 واحدة اتخطفت. 30؟ أيوة، وأنا الكوافيرة بتاعتي قالت لي إن في 50 زبونة من عندها اتخطفوا. الله، كان الموضوع باين عليه بجد بقى ولا إيه؟ أيوة طبعاً يا بيبي، وأنا قريت في مصدر موثوق فيه من مجلة أخرى موثوق فيها إن في 666 سيدة اتخطفوا. يعني السفاح خطف 666؟ طب عمل فيهم إيه؟ اتصرف معاهم إزاي؟ إذا كنت أنا ستة بس مش قادر عليهم. لا يا عم يا سفاح، سيبني في حالي، حرام عليك. لا ما تخطفني، لا لا اوعى تخطفني، لا 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 يا عم سفاح. يا رانيا في ايه؟ في ايه يا رانيا؟ وايه يا عمك السفاح ده في ايه؟ عادل يا حبيبي، انا في البيت الحمد لله. يا عادل، انا حلمت حلم فظيع جدا. حلمت ان السفاح جاي عشان يخطفني وبعد كده خطفني. وبعد ما خطفك رجعك ولا سابك مخطوفه ولا ايه؟ دي تهيؤات يا رانيا. نامي 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 يا ماما نامي. لا لا قومي عادي، قومي عادي. بص بص كده، اسمع اسمع، ايه ده؟ مش سامع صوت الحد اللي ماشي على الحيطه؟ إيه ماشي على الحيطه؟ ايه السفاح متنكر في شكل صرصار يعني وماشي على الحيطه؟ تهيؤات. نامي نامي يا رانيا، نامي نامي يا ماما نامي. بس يا عم السفاح، انا راجل انا راجل انا راجل انا راجل. عندك برد ست ستات سايبهم كلهم جايين لي انا ليه يا عم السفاح؟ في يا بابا؟ انا بنتك ياسمين. بنتي ياسمين؟ ايه ياسمين؟ هو انت سفاح ولا ايه؟ لا يا بابا انا مش السفاح، اصل انا بصراحه يعني خايفه من السفاح وجايه انام معاكم. يا حبيبتي مفيش حاجه اسمها سفاح، ما تخافيش، تعالي نامي معانا برضو احتياطي، تعالي. شكرا يا بابا، اصل انا كنت خايفه من السفاح قوي. نام يا حبيبتي، بس ما تفركيش. ها نام نام. يلا يلا يا ياسمين. وعي بقى. نام يا ياسمين، انت امك. فكره الباب بتتفتح، السفاح داخل علينا. يا عادل السفاح. ما تخافيش ما تخافيش، ده مش السفاح، دول السفاحتان. معلش يا عادل، معلش يا رانيا، اصل احنا سمعنا حاجه في التلاجة كده بتلعب، واحنا جينا لكم عشان نطمن عليكم. لا احنا كويسين الحمد لله، يعني هيكون السفاح دخل التلاجة متنكر في شكل بابا غنوجي مثلا وبيخطف ام علي ولا ايه؟ بصراحه يا بيه انا خايفه وعايزه انام معاكم. لا تنامي معانا، فين هنا اساسا السرير ما يستوعبش العدد ده خالص يعني. يا حبيبي يا عادل، ربنا يخليك يا جوز بنتي. يا حبيبي مش انا بقول مش هينفع. معلش يا حبيبي، معلش يا حبيبي، ربنا يخليك. ماشي ماشي، انا ما انا بره بقى. لا لا بره ايه، اوعى تخرج بره، لا احنا خايفانين هنا، انت تقعد هنا اهو عشان تعمل لنا حراسه. حراسات؟ حاضر حاضر، قوي قوي، انا مع الكنبه جنبيكوا. حاضر. طب يلا يلا يلا، خد بالك خد بالك. خش يا سناء. انا ماما مش سناء، معلش يا عادل انا اسفه، اصلي سمعت صوت كده. الصوت؟ اكيد سمعت الصوت ده بقى في البوتاجاز المره دي. لا انا خايفه وعايزه انام معاكم هنا في الاوضه، اصل انا سمعت زي ما يكون كده سفاح نايم معانا في الاوضه. هي سناء هي اللي نايمه معاكي في الاوضه؟ اكيد سناء برضو اما تبقى نايمه بتدي على سفاح. لا. مين دي اللي بتدي على سفاح يا سي عادل؟ انت اللي بدي على سفاح ولا انت اللي بتدي على رغيف العيش المقمر؟ ماشي اتقمري اتقمري، ده انت اللي جاي محتاجاني. روحي نامي في اوضتك انت لوحدك مع السفاح بقى. خلاص خلاص انا اسفه يا عادل، بس سيبني انام هنا عشان خاطري عشان خاطري. خشوا ناموا لو لقيتوا مكان، خشوا. هنلاقي مكان هنلاقي. خشي يا ماما، يلا 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 انت وهي، يلا انت خشوا خشوا يلا، عايزين ننام اهو. ايه عارفيننا في حياتنا يا جماعه؟ يلا يا معلم مسخوط، يعني انت شايف ان ممكن السفاح ده يبقى اقرب حد ليا؟ ده هما كتبوا كده في الجرايد؟ ومحدش فيهم عارف شكله خالص. ماشي ماشي خلاص، نبقى نكمل كلام بقى ان شاء الله. ماشي اما اشوفك. السفاح اقرب الناس ليا.
لا رمزي، انت ايه الحاجات اللي في ايدك دي؟ لا دول دي تماثيل انا كسرتهم من غصب عنا دول، فانا رايح بقى ادفنهم دول. تماثيل ايه دي يا رمزي؟ تمثال الملكة نفرتيتا دولة، وتمثال الملكة حتشبسوس، وتمثال الملكة شجرة الدر. شجرة الدر عملوا لها تمثال فرعوني؟ طب وش معنى يعني التماثيل اللي كسرت كلها ورايح تدفنهم حريمي؟ ما يا دولة بقى كل شيء بقى اسمه يا نصيب بقى. يا نصيب الاسود، السفاح ممكن يبقى أقرب الناس إليك. وانا رمزي، انت سمعت عن موضوع السفاح اللي بيقتل الستات ده ويخطفهم؟ يا دولة دول يستاهلوا على فكرة الستات ده لهم. يستاهلوا ليه؟ يعني في واحدة ست يا دولة في الدنيا تمشي مع سفاح في الشارع وهي مش عارفة اذا كان هو سفاح ولا لا. طب وهتعرف منين اذا كان سفاح ولا لا؟ ما تشوف بطاقته يا دولة. يا سلام، يعني مكتوب في البطاقة بتاعته في الخانة بتاعت الوظيفة سفاح؟ يعني انت مكتوب عندك في خانة الوظيفة المهنة غبي؟ انت عارف يا دولة بقى حكاية خطف الستات دي رعبة ستات خالص، عارف اصلية ما حصلتش يعني من ساعة قضية رانيا وسكينة. رانيا وسكينة؟ عارفهم اللي كانوا بيقولوا حاسبة عليها حاسبة عليها. دول ما يكونوش يعني رانيا وسكينة دول هم يعني جم بقى تاني وبيخطفوا الستات وكده اهو. جم تاني ازاي اهبل؟ اذا كانوا هم اساسا ماتوا خلاص، في حد بيموت بيرجع تاني عبيط؟ لا يا راجل. امال ايه المشكلة بقى عندي في الستات اللي في البيت؟ يعني عارف قاعدين جوه البيت مش عايزين يخرجوا ابدا. طب يا دولا مش عايزين يخرجوا يدخلوا. يدخلوا فين؟ ما هم دخلوا خلاص، قعدوا في البيت مش عايزين يخرجوا. قبل كده كان مثلا حد بيخرج حد بيدخل فتبقى الخناقات قليله، دلوقتي الخناقات كلها وحصريا عندي في البيت. حصريا؟ دولا الخناقات دي بقى ان شاء الله يعني هتتعرض بقى في رمضان؟ تتعرض في رمضان الخناقات بيتي كلها، هتبقى فضيحه في الشوارع. الله يا دولا، الله الله. دولا احكي لي خناقه والنبي. ايه يا سناء، ايه اللي موقفك كده؟ ما تروحي تفتحي الباب. طب ما انت قولي لاختك اللي ملهاش لازمه دي، لا في البيت ولا في الدنيا ليها اي لازمه، تروح هي اللي تفتح الباب. لا يا حبيبتي بقى، انا لسه ما اتجوزتش ولسه ما دخلتش دنيا كمان، يعني المفروض بقى اللي تفتح الباب يا اما تكون متجوزه يا اما تكون متطلقه. مجيده روحي افتحي الباب بدل ما تقعدي كده زي تنابله السلطان. انا تنابله السلطان؟ انت مجنونه، انت بتقولي ايه؟ اولا تروحي انت لان انتوا كبار السن هم اللي روحي افتحوا الباب علشان السفاح مش هيبص لشيخوختهم. ها انا كبار السن؟ امال انت تبقي ايه؟ يلي صورك وتماثيلك بتتباع عند ابني في البازار. شوفوا فعلا. انت قصدك ان انا موجوده من ايام عهد الفراعنه؟ جامي، اوعي تقولي كده. خلاص ايام الفراعنه. خلاص انا هروح افتح الباب. لا اوعي يا حبيبتي، انت ما تضحيش بنفسك علشاننا. يا مامي يا حبيبتي، السفاح بيخطف الستات لسه ما فتحش قسم جديد للعيال الصغيره. روحي يا بنتي افتحي باب خلصينا. بصي يا ياسمين، افتحي عادي ما تخافيش، بس اما تفتحي باب اسالي على كلمه السر. ماشي اوكي. مين على الباب؟ افتحي الباب يا ياسمين، انا بابا. بابا؟ طب انت معاك مفتاح الشقه، افتح انت. انا شايل كتير مش عارف اطلع المفتاح من جيبي. افتحي يا ياسمين. ماما ده بابا. لا يا ياسمين لا، ممكن ما يكونش بابا. لا لا لا، اقولك على حاجه، اسالي اذا كان كده السفاح ولا لا. ماشي بابا. هو انت السفاح؟ لو ما فتحتوش الباب هبقى السفاح واخش اموتكم كلكم. ايه سابلو ساعه واقف بره مش عايزين تفتحوا. نعمل لك ايه يا عادل؟ ما انت اللي صوتك شبه صوت السفاحين. بقول لك يا سناء، انا مش ناقص، انا جاي من بره مدخن، مش ناقص حد يتكلم معايا. بقول لك ايه، هم قبضوا على السفاح ولا لسه؟ لسه يا ستي. طيب ايه ده بقى شكلك كده ما جبتليش التوث بيكس بتاعتي. خلت السنان نسيتها فيها حاجه دي. ايه ده يا نهار ابيض، اقصى عليك يا عادل، ما جبتش معجون الاسنان بتاعي. نسيت معجون السنان فيها حاجه؟ اوعى تقول حاجه. اوعى يو يا عادل بقى، انت كمان نسيت الفرشه بتاعت السنان بتاعتي؟ نسيت فرشه سنان؟ انتوا مش مركزين غير على السنان، فرشه سنان وخلة سنان ومعجون سنان. اجيب لك يا ماما دكتور سنان؟ لا يا حبيبي، انا عايزه اي نوع من اللبان. حاجه برضو بتتحط على السنان، يعني انا مش هتعملوا اعلانات سنان ولا انا مش عارف. الله في يا عادل، مالك عملت طق شرام من ساعه ما دخلت؟ انا مش فاهمه، انت متوتر ليه؟ كل ده عشان جبت لي طلباتي؟ يا ريتها جت على طلباتك يا ستي، المشكله ان انا بجيب طلبات ستات. الله، طب واحنا نعمل ايه يا عادل؟ هنفضل محبوسين في البيت لغايه ما يبوظوا على السفاح؟ قدامهم وقت بقى براحتهم عقبال ما يبوظوا عليه، سنه 2 3 8 10 10 سنين؟ لا
أنا مش هفضل 10 سنين شغال عبده مشاوير أبدا. السفاح ده أنا لازم أتصرف معاه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه انتوا شغالين عبده مشاوير برضو ولا ايه؟ ما انت عارف يا عادل حريمنا خايف فتخرج بالبيت، اذا ربما يطلع لها السفاح. المهم انت جبنا ليه دلوقتي؟ مش الاول تشربوا حاجه يا معلمين؟ يلا حته استاذ عادل. بقول لك ايه، تشربوا ايه؟ انا عايز كوكتيل يا دوله. طب يا باشا دلوقتي في بقى كوكتيل فواكه وكوكتيل جيلاتي وكوكتيل الجديد اللي هو كوكتيل السفاح. ايه كوكتيل السفاح ده؟ الكوكتيل مثلا بيكسر الكوبايات ولا ايه؟ معرفش موضه بقى يا باشا. ده في قهوه جديده فتحت سموه قهوه السفاحين. قهوه السفاحين؟ يعني واحنا قاعدين على القهوه نشرب دم ولا ايه؟ لا عشان في محل اكل فتح سمى نفسه سندوتش السفاح، والفيلم اللي نازل جديد ان شاء الله في الصيف الراقصه والسفاح. اه واضح ان موضوع السفاح ده واكل مع الناس جامد قوي، الناس مروشه بيه. يا باشا ده انا سمعت ان هم عاملين مكافاه 50,000 جنيه للي يقبض على السفاح ده اصلا. ايه 50,000 جنيه؟ طب ايه رايكم يا معلمين نقبض احنا على السفاح ونقبض المكافاه؟ موافقين. انا بقول يا معلمين، ما قلتش انا هببين يا معبطين. انت مالك يا عادل؟ يا عادل ايش حال البوليس ذات نفسه وما قدرش يمسك السفاح؟ احنا اللي هنمسكه. اه طبعا نقدر احنا نمسكه لسبب بسيط جدا. انا بقى والسفاح عارف لو حتى فين، حتى لو كان في سفح الجبل هجيبه. ايش معنى دول سفح الجبل ده؟ مش سفاح هيقعد فين؟ لازم في سفح الجبل. يعني ايه؟ مفيش ولا واحدة فيكوا عايزة تساعدني عشان تبقى تعمل السفاح؟ معقولة يا جماعة؟ تساعدني تعمل ايه؟ اللي يشوف كده يقول يلا بينا نتفسح في القناطر. عادل انا ما عنديش اي استعداد ان انا اتحط في الموقف اللي عايز تحطني فيه ده، تضعني فريسة مفترسة للسفاحة عشان يفترسني مفترس؟ ايه كمية الافتراس اللي انت بتقوليها دي يا ماما؟ المسألة بسيطة جدا بجد يا رانيا، يعني انت بس هتمشي كده قدام السفاح، احنا قبل ما السفاح يقرب منك هنكون مراقبينه ومراقبينك، قبل ما يجي يقرب لك نقوم قابضين عليه ومسلمينه وقابضين المكافأة. لا برضو لا، اقول لك على حاجة؟ خد سناء. ايه خد ده كيلو طماطم ياخده معاه وماشي؟ ابعد عني يا عادل، ابعد عني، انا لسه شباب والعمر قدامي طويل ولسه عايزه اتجوز. الا بالمناسبه قولي السفاح ده ارمل ولا اعزب ولا بيدور على عروسه؟ يا سلام، يعني لو السفاح بيدور على عروسه عايزه تتجوز اي جوازه وخلاص. بس يا سناء خلاص يا عادل، طالما انت عايز تاخد واحده مجرد طعم فقط طعم، خد نجلاء ملهاش لازمه في البيت ولا في الحياه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوليه ده يا ماما؟ يا حبيبتي انا اصلا ما املاش عين السفاح، لكن انت يا سناء قمر وجميله وطويله وفرعه كده، يعني تملي عينيه اكيد. اهو نبروكو ده طويله وفرعه هو اللي مقعدني جنبكم. عادل انساني وضيع عنواني. لا 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 ما تعمليش كده بقى وكده وتبصيلي. لا لا نو واي. طب ماما ايه ظروفك؟ ايه ده؟ هي يا ابني عايز تحط لي طعم للسفاح؟ اقص عليك، ده انا امك اللي ربيتك عايز تعمل فيا كده؟ لا 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 يا عادل لا. خلاص يا ماما بالنسبه للطعم بقى انا هتصرف، عندي طعم هو زباله. اه بس دوله يخرب بيتك، ايه اللي انت عامله في نفسك ده يالا يا اهبل؟ شكلي حلو انا طعم؟ شكلك حلو، احنا جايين النهارده نتعاجب، ما تروح تقعد مكانك يا اهبل. اعدل نفسك. حضرتك دوله ربنا يوفقك يا رب. اجري بس مالكش دعوه انت. الو المعلم تيتي والمعلم سقاره والمعلم مسخوط، هل تسمعوني؟ نسمعك بوضوح. حول خش في الموضوع. انا عايزكم تبقوا مفنجلين عينيكوا. شكله هو السفاح. نهجم عليه؟ تهجم عليه ايه؟ اصبر شوية اصبر. عادل ده ممكن يأذي الواد رمزي. سيبه مش اشكال. اصبروا. امال هنمسكه امتى يا عم الحاج؟ اول ما نتأكد ان هو خلص على الواد رمزي خالص. بتقول ايه يا عادل؟ ايوه، عشان يبقى متلبس وبكده يبقى خلصنا من رمزي ومن السفاح في بروجرام واحد. سيبوني، انا مش حرامي. بس مسكناك يا سفاح. انا مش سفاح، انا حرامي شرط. محدش يتحرك من مكانه، كله يا سفاح. اخيرا وقعت يا جن.
ده احنا مراقبينك من زمان. سيادتك احنا اللي مسكنا السفاح ده وعايزين مكافأة ان شاء الله. سفاح؟ ومكافأة ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مفيش سفاح ولا مكافأة. مفيش سفاح؟ امال مين ده سيادتك؟ ده سوسته الجن. سوسته الجن اللي هو مين يعني؟ ده مسجل سرقة شنط واكياس نايلون. امال فين السفاح؟ سفاح ايه؟ ده كلام اشاعات، الناس رددته وما نعرفش مصدره فين. يعني كل دي كانت اشاعات؟ اشاعات. ماشي يا باشا، كويس برضو ان حضرتك ما مشيتش بايدك فاضيه، خدوا زي بعض. يلا يلا هاتوه هاتوه، يلا همدي، يلا يا جن. سلام عليكم. لا مفيش لا سفاح ولا في اي حاجه. انت بتاكل الشغل يالا؟ يخرب بيتك، مش انا قايل لك حافظ على الشغل ده؟ مش انتوا قبضتوا على السفاحين دول خلاص؟ سفاحين؟ تعالى انا بقى انا السفاح.